يا فندم رسالة للمرشح الثاني يا فندم والهجوم المستمر على المشير السيسي. نحن نطالب السيسي بأن يشعر بربط المواطنين، ونحن نثق في أن السيسي سوف يقدم النموذج المحترم لاحترام إرادة الشعب وتحقيق مطالبه وطنه. يا فندم وكلمة الحمدين يا فندم تقول له إيه؟ نحن نحترم مشاركة الأخ حمدين صباحي كرجل وطني، ونعتبر أن دخوله بانتخابات وسباق الرئاسة صراعا لمصر ودعما للتجربة الديمقراطية، وغياب حمدين كان سيجعل الرئاسة لها سبب المؤتمر النهارده يا فندم. والرسالة اللي عايزين توصلها من المؤتمر النهارده دعم لمصر يا جماعه والاعراب عن ان اهاليكم بر وكرداسه، اهالي وطنيين ومدنيين ولا يمكن وصفهم بالاهالي.